أول متحرشة في السينما حاولت اغتصاب نجمة شهيرة فعاقبها الله وانتهت حياتها بمأساة. خالتي بامبا الإذاعة الفنانة ملكة الجمل ملكة الشر. أهلا بكم في قناتي أخبار النجوم مع إيمي. لسه مشتركش يشترك وحط اللايك والكومنت، أختكم محتاجة دعمكم. حابة أشكركم على دعمكم لقناتي ورب يديمكم نعمة في حياتي وبتمنى منكم مزيد من الدعم. الحضور الراقي المحترم. الفنانة ملكة الجمل اسمها ملك أحمد محمود الجمل، مواليد 29 يناير 1929 في مدينة بورسعيد، والوفاة كانت 23 ديسمبر 1982 عن عمر 53 سنة. أبوها كان راجل أزهري مدرس لغة عربية، وبعد الثانوية دخلت الفنانة ملكة الجمل كلية الآداب إنجليزي. حصلت على الليسانس، سافرت من بورسعيد إلى القاهرة عشان الكلية بتاعتها، وبعد حصولها على الليسانس دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية اللي كان اسمه وقتها معهد التمثيل. اشتغلت في الإذاعة في المسلسلات، وبعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية واللي جابت فيه تقدير كبير أتها المعهد في بعثة إلى فرنسا لمدة 4 سنوات. أخدت الماجستير وهي هناك كانت بتحضر للدكتوراه، وعرفت إن هناك يوسف وهبي كان بيعمل مسرحيات في فرنسا للجاليات العربية المقيمة في فرنسا. راحت تتفرج وقابلت يوسف وهبي ودخلت سلمت عليه. أعجب يوسف وهبي بشخصيتها وجرأتها وقوة شخصيتها، قال لها احضري معانا كل يوم العروض المسرحية. كونت صداقة قوية مع الفنان الكبير يوسف وهبي لدرجة انه ادالها دور في مسرحية عجبته جدا، وهو نازل اخدها معاه لمصر قال لها انت هتبقى بطلة من بطلات مسرحي مسرح رمسيس. ورجعت ملكة الجمل لمصر عطاها ادوار لانه وجد فيها شخصية قوية واداء عالي وممثلة قوية، وكانت قبل سفرها قامت باداء ادوار صغيرة في افلام تيش الشباب وكاس العذاب وعبيد المال، ومثلت في رصيف نمرة 5 مع فريد شوقي. دخلت الإذاعة واشتغلت في برنامج ربات البيوت وعملت دور خالتي بامبا وجوزها سيس سيد اللي كان بيقوم بدوره رأفت فهيم. شخصية خالتي بامبا نجحت جدا في الإذاعة، وهي كانت بتمثل دور الست الرغاية المتسلطة على جيرانها اللي عينيها وودانها في بيوت جيرانها، وكان البرنامج بمثابة عبر ومواعظ للناس كل يوم حكاية وموقف. انطلقت ملكة الجمل في الأفلام. برنامج خالتي بامبا أو دور خالتي بامبا في برنامج ربة البيوت استمرت الفنانة ملكة الجمل تعمله لمدة 30 سنة، كل يوم حاجة جديدة وموقف جديد وحكاية جديدة مع خالتي بامبا. دخلت الفنانة ملكة الجمل في أفلام كبيرة زي الشموع السوداء وليلة رهيبة مع شكري سرحان، وجات لها فرصة كبيرة جدا في دور في فيلم شفيقة ومتولي مع السندريلا سعاد حسني. أدت الدور باقتدار ونجح الدور جدا، ولها دور تاني في فيلم الطريق المسدود مع سيدة الشاشة العربية فاتي الحمامة وشكري سرحان. الفيلم كان من تأليف إحسان عبد القدوس وإخراج صلاح أبو سيف. المخرج صلاح أبو سيف اتصل بيها وقال لها عندي سيناريو فيلم قريه، ولما قرت الدور عرفت إن دورها في الفيلم دور فتاة مثلية الجنس، وكان الدور ده جديد على السينما المصرية. قالت له لا أنا مش هقدر أعمل الدور جديد جدا. قال لها بصراحة أنا عرضت الدور على ممثلات كتير وكلهم رفضوا، وقال لها أدي الدور وأنا متأكد إنك هتنجحي، الدور هيسمع مع الناس كلها. الدور كان عبارة عن مدرسة متحرشة صاحبتها المدرسات طالعة في الفيلم مسترجلة ولابسة بجامة راجل. الفنانة ملكة الجمل تقمصت الشخصية وعاشتها وعاشت دور المتحرشة لدرجة ان هي كانت بتمسك ملابس الداخلية او ملابس النوم بتاع فاتي الحمامة تقول لها نفسي اشوف قميص النوم ده عليكي او اشوفك لابساه. وقالت الفنانة فاتي الحمامة عن دور ملكة الجمل في الفيلم ان هي كانت بتخاف منها لان ملكة الجمل كانت بتتقمص الدور بطريقة غريبة. الفنانة ملكة الجمل عاشت مأساة، ودي كانت اول مأساة تعيشها في حياتها، مرتبطة عاطفيا بجارها الدكتور وكان بينها وبينه قصة حب كبيرة وعشق كمان. سافر يدرس الطب في الخارج ورجع يسأل على حبيبته اللي هي الفنانة ملكة الجمل، وقالوا له ان هي اتجوزت. فضل يعاني بعد جوازها. الدكتور ده فتح مستشفى كبير نساء وتوليد، راح له واحد في يوم من الايام وقال له انا ساكن جنبك انا جارك هنا ومراتي بتولد. راح معاه لغايه بيته ودخل على مراته اللي كانت مغطيه وشها، ودي كانت عادات وتقاليد زمان، دي كانت حدود الادب، ولكن وهي بتولد الدكتور قال لهم النفس بتاعها واقف عينه الغطى من على وشها. كشفوا وشها اذ يفاجئ الدكتور بان حبيبته هي اللي بتولد. الدكتور الحبيب هو الشاعر الكبير ابراهيم ناجي. بعد ما كشف وشها سكت وراح ولدها ورجع بيته وراح كاتب اشهر قصيده أطلال اللي بتقول يا فؤادي لا تسل أين الهوى. ولما جم سألوها وقالوا لها الدكتور الشاعر إبراهيم ناجي أنت ملهمته في قصيدة الأطلال؟ قالت لهم لا مش أنا الشخصية دي. وراحت زوزو حمدي الحكيم قالت لا ده أنا صاحبة القصة. وفي يوم من الأيام راح لها واحد صاحبي لغاية بيتها
صحفي لغاية بيتها وقال لها هو انت ملهمة ابراهيم ناجي؟ قالت له لا ما ينفعش الكلام ده، انا ست متجوزة. وهو بيحكي معاها دخل ابنها الصغير وسأل الصحفي عن اسم، قال له اسمك ايه يا حبيبي؟ رد الولد وقال له اسم ابراهيم. راح بص ليها وقال لها ده اسم ابراهيم على اسم الشاعر ابراهيم ناجي. قالت له لا. وهو بيحكي معاها دخل ابنها الصغير وقال له اسمك ايه يا حبيبي؟ قال له اسم ابراهيم. راح باصص لها وقال لها ده اسمه على اسم ابراهيم ناجي. قالت له ما ينفعش الكلام ده، انا ست متجوزه، ده جوزي اللي سماه. عمل مع جوزها حديث وبعد ما خلص سلم على جوزها ومشي. وساله هو ماشي وقال له هو مين اختار اسم ابراهيم ده لابنك؟ راح قال له دي ملك. راح باصص لها كده وضحك. اما عن المأساة الثانيه، يوم 20 ديسمبر 1982 ابنها الوحيد ابراهيم اتجوز وخلف ولد صغير، وهي كانت قاعده معاهم في نفس العماره. ابنها ومراته كانوا شغالين وهي كانت مقعده حفيدها معاها، كل يوم تنزل تاخد حفيدها وتتمشى بيه تشتري ليه حلويات. وفي مره اخدته معاها السوق تشتري شويه حاجات للبيت، هي ماشيه وماسكه ايديه في ايديها في الشارع، فات عربيه سايقها ولد صغير عنده 15 سنه سرق العربيه من ابوه كان بيسوقها. خبطت الحفيد، نزل الولد على راسه وهي شافت المنظر من هنا راحت وقعت من طولها مغشيا عليها، شالوها على طول على المستشفى وساعتها جالها شلل، فقعدت تصرخ تصرخ. بلغوا ابنها ان والدتك في المستشفى، راح وقعد يحضن فيها ويبوس فيها ويبكي. مرات ابنها تصرخ وتقول انت اللي قتلتي ابني، خناقه بين ابنها ومراته لدرجة ان ابنها ضرب مراته في المستشفى. من شدة الموقف صعوبة الموقف سيبة ابنها الوحيد ابراهيم بأزمة قلبية وقعد في الأوضة اللي جنبها. يوم 23 ديسمبر 1982 الساعة 12 الظهر توفيت الفنانة ملك الجمل، وفي نفس اليوم الساعة 10 بالليل توفي ابنها ابراهيم واتقطعت عيلتها تماما.